بس ما تقوليش اني مش سالة عنك. وهي رجليا فضفضت من شويه؟ معلش بقى اعمل لك انت اللي طلعتي طريه. اهلا اهلا بالحلوين. ها ضاربين من المره دي؟ تحى ايه اللي جابك هنا؟ جاي ارقص هنا يا اختي، هكون جايه ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا اختي، يلا ارقصي. طب يا اختي طبلي لي وانا ارقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده انت اللي لسانك اطول، بس اعمل ايه؟ دمك خفيف، مع انك كنتي طايحه فينا زي الطول الهايج المره اللي فاتت. امال انا عايزين نعمل ايه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ما محبه الا بعد عداوه. بقول لك ايه؟ هي الكحله اللي انت حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ اصل كنت مكسوفه اسالك المره اللي فاتت. تعالي وانا اعملها لك، والنبي ده انت امك جد. شايفه الصحاب هتحط لي كحله، مش بتلففني على كعب داير. اوامك بعتيني؟ ما انت يا اختي اللي قلتي لي لففيني، عايز اشوف ناس. اعمل ايه انا بقى؟ اهلا اهلا اشرقه الانوار، مين بقى اللي عورك المره دي يا شطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. معروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركة بسيطة كده راحت لحالها، لا يكحمهم ويحرقهم. تسلم يا دكتور. شكرا. شكرا. ألف سلامة عليكي، ألف سلامة عليكي. تقومي بالسلامة يا أختي، في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز قطعه ما ربيتك؟ يلا ابقوا تعالجوا وتعالوا لي على السلم، أنا فاضية. هنجيلك يا أختي، بس لازم تحط لنا كحل إحنا الاتنين. بقول لك يا بت، ده أنا مش هحط لك كحل، ده أنا هحط لك شطة. بقولك يا بنت ما تجيبي نفس، خدي. طب ليه وايه اللي غصبك على كده؟ ليه بتدخن من اساسه؟ هو انت يا بنت ما تاخديش نفس خالص، يا تخلصي السيجاره كلها في نفس واحد. ايه ده يا بنت يا هبله؟ الرجاله لما بتشوف الست بتشرب السيجاره بيلهلبوا كده اهو، بيريلوا عليها. تعرفي الحاجات دي منين انت؟ ما تخشيش سيما، ما تخشيش افلام ناديه الجندي، ما تشوفيش امير عبيد. امير عبيد ده ايه؟ اسمها نبيله عبيد. انت ما شفتيش لما الواد كان قاعد تحت رجليها وهي قاعده تشرب السيجاره وتنفخ في وشه وهو ايه مهبول عليها ونزل عند رجليها يبوسها؟ هو انت بتتكلمي على مين يا اختي؟ هو انت مش مظبطه مع الراجل الهندي؟ دي حكايتك بالظبط. واخده بالك مني انت قوي يا اختي ومركزه معايا. لا يا اختي هرشاكي قوي. مش فاهمه حاجه بتقولوا ايه. اصل انتي هبل. البيت دي يا اختي لما البيت كله في عبها، مش انتي تتقفشي بخمسين ملطوش وتترني علقه وتطردي. لكن دي يا حبيبتي ذكيه، تاخد الفلوس بتاعه البيت وبرضا البيت كمان. يخرب بيتك، انتي طلعتي حراميه يا بنت. انا اسود؟ مش فاكره انا سرقت بجد يا بنت؟ انتي هتعمليهم عليا الكلام ده يا حبيبتي؟ تقوليه للهوانم بتوع المهندسين، لكن بينا وبين بعضينا ما ينفعش الكلام ده برضك. ثلاثة بالله العظيم ما سرقت حاجة، يعني انت ماشية كل ده معايا وانت فاكرة ان انا حرامية؟ يا زهرة انا طلعت هبلة بقى. طب ايه رأيك بقى ان الناس كلموني وعايزين نرجع الشغل، يبقى انا حرامية بقى؟ يا اختي انت وهي مالكوا ايه اللي جرالكوا؟ ما تصلوا على النبي. خلاص يا ست ما تتحمقيش قوي، مصدقاكي الواحدة عاملة شريفة والتانية عاملة مش حرامية. بقولك ايه يا بت، انت وهي قوموا يلا عشان اعزمكم. بقولكوا ايه، تشربوا عصير مانجا ولا تاكلوا سندوتشات كفته؟ يا اختي ما خلاص بقى، ما كنتوا حبايب واصحاب ايه اللي جرالكوا؟ يا بنت منك لها بقى، روقوا. يلا قومي قومي بدل ما انت ضاربه كده بوز قدامنا. عليها صور؟ يا خرابي قومي بقى يلا. حكيم انت مفيش حد بيسلم من لسانك. واحد لما بيقول الحق الناس بتزعل. برضه الحق؟ بتقولي الحق؟ خلاص بقى الله. خلاص بقى انت وهي قوموا بقى نشرب مانجا بقى، الله يخرب بيوكو. يلا يا بنت. عجوة هو الحال نايم ليه النهارده؟ هو مفيش غير السجون ده؟ لا اصل النهارده في ماتش لمصر. مع مين؟ تلعب مع الجزائر، واللي هيكسب هيخش كاس العالم. وده بيشجع؟ ده بيشجع اللحمه الحلوه. ده بيضحك عليها فغل. مش انتوا بتضحكوا؟ يا باشا كفايه شيشه صحتك. ايه رايك في البضاعه بتاعتهم؟ لا البضاعه تمام قوي قوي قوي. يلا يا صافي قومي جهزي نفسك عبال ما الباشا يجيلك. انا يا ليكوا للباشا قبل شغل. ابلا انت هتوديني لام النهارده. بت مش وقتك خالص، مش وقت. اسكتي. والنبي يا ابلا وحش النعمه دي، ملهاش غيري في الدنيا دي. وبعدين معاكي بقى. طب ايه رايك يا ابلا اخد بندره بلوشي وتخليني اروح لام النهارده؟ اما ابقى اشوف. خلاص اسكتي. حاضر. فخده. نعم يا الله. اطلع بقى مع الباشا لغايه فوق.
اطلع فوق ولا انزله تحت؟ ايه ده ايه ده؟ انت جايبه لي منين ده؟ اطلع يا فخده وري الراجل الاوضه. بس كده؟ سيب الشيشه دي بقى يا غزال. ايه ده؟ قمصان زي بعض؟ طب تعالى بقى. تعالى يا حبيبي. ايه ده؟ عايزه حاجه يا ابله؟ ليه انت رايح فين؟ هنزل ابص على الماتش على ما قلنا هنتفرج عليك سوا. طب خلاص هنزل اجيب علبه سجاير. عجوه قلت لي اللي هيكسب هيخش فين؟ اهدي اهدي يا البلد فاضيه كده ليه؟ والنبي احلى ده البلد لما بتبقى فاضيه بتبقى حلوه ونظيفه، توك بس الناس يمشوا فيها يوحشوها ويوسخوها. مش فاهمه حاجه، دي جنه من غير ناس ما تنداس، فاهمين؟ سابوا البلد وهجوا يعني ولا ايه؟ لا قاعدين في بيوتهم. اصل الناس ما بترجعش البيت غير عشان تاكل وتنام او تتفرج على التلفزيون. والنهارده يا اختي ماتش مصر في كاس العالم، يا رب ينكسب. ايه بكره الكوره عامه، بتفكرني بابويا يوم ما كان يبقى في ماتش كوره لو الاهلي ما كسبش يكسر بيت على دماغنا. ابوك ده ايه بقى؟ لا انت يا اختي عمرك ما اتكلمتي على اهلك. انتوا عارفين والدنيا فاضيه كده. انا نفسي اعمل ايه؟ نفسي اجري. يلا نجري. انت ليه بتطفي الهبله كتير؟ والنبي يلا نجري. انا هجري. طب استني لا تتوهي. استني يا بت. ضاعت نداها. فكرني فيلم النداهة ماجدة، فاكرة لما راحت يا اختي في الفيلم؟ قدام الثلاثة، الثلاثة هم علاء النبي الدخل. يلا علاء. جاي 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 جاي. برافو يا علاء، برافو يا جدع. لا 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 ما ينفعش. الجوهري لازم ينزل حد يسند مع حسام. اساسا مش عارف اتفرج، انا اساسا مش عارف اركز مع الماتش. ايه الاشكال اللي لميتها القهوه دي؟ هي دي قهوتنا يا ابني؟ انت لسه واخد بالك؟ مهندسين لمت قوي يا عم، فين ايام المهندسين زمان؟ يا معلم ابو كامل تعالى تعالى اقعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد اتفرج. لسه صفر صفر. بقول لك ايه؟ ده ابو الكوامل هنا. شفته من شويه. طب وهتعمل ايه؟ ولا حاجه، مش محتاج له انا دلوقتي. لو احتجت له وهو استعبط عارفني مش هسيبه. طب خد بالك، انت عارف طبعا ابو الكوامل عمل ايه قبل كده مع الضباط اللي قبلك. ابراهيم يوسف قدام رقص حلوه. يلا يا زكريا. يا ابن الانانيه. ربنا يستر يا اخي. شكلنا ماسكين الماتش جامد. احنا نفسنا بقى نشوف المنتخب في كاس العالم. هنشوفه هنشوفه. سيد مش هتطلب لي حاجه ولا ايه؟ انا جاي عليك يعني. يا مسعد يا عسل يا مسعد. ايوه قول بقى قول. هات ليمون بالنعناع لابو الكوامل وادعي لنا دعوه كده عشان ندخل جون، يمكن تكون مستجاب الدعوه. ده على اساس ايه يعني؟ ورينا كده. ايه ما طلعلوش جناحات يعني ولا في لمبه نيون على دماغه؟ مين عارف يا عمنا، ما يمكن يطلعوا جناحين ليبوري. ليبوري. ايوه ايه ايه وقال ايه؟ ها؟ قال ايه؟ اتفرج على ماتش. حاضر.